دشنا لنتنا لبنان عطرا يا شهاب. سائليني سائليني يا شهاب، سائليني دفتك ارتاحتا في خاطري في خاطري واحتمى طيرك في الظن وحان نقلة في الزهر أم عندلة نقلة في الزهر أم عندلة أنت في الصحو وتصفي لكل مشاهدي الإخبارية السورية. اليوم الأحد 10 أيلول عم نبتدي فيه نهار جديد وأسبوع حافل بالأنشطة يلي عم تتصدر عدد من المجالات ضمن دمشق. ومن أرض الياسمين نهار رح نبتدي أولى ساعاته سوا على مدار ساعة وربع من الوقت، رح نواكب من خلاله كل جديد وأكيد برفقة ضيوف من مجالات ممكن تفيدنا بحياتنا. دائما وأبدا تحيتنا بالبداية وكل صباح رح تبقى موجهة لكل جندي سوري عم نلمح ملامح النصر بعيونه وملامح الأمل ببكرة. عن جديد يسعد صباحكم مشاهدينا ويسعد صباحك فرح. يسعد صباحك سلمى وصباح جديد وتاريخ جديد رح يمرق من رزنامة حياتنا، فأكيد يلي سجل كلكم سجلوا فيه اللحظات الحلوة وخلوا الأمل رفيق لكل طموحاتكم وأعمالكم. الخطوة الأولى من كل نجاح وتميز بيبدأ بالحلم، تمسكوا بأحلامكم وخلوها هدف. أكيد لكل جنودنا وأبطالنا بدير الزور وبكافة المحافظات السورية يلي عم بيكون اليوم الأمان والسلام إلنا، رح يبقى صباحنا بيحمل معه كل الدعاء بالنصر الأكيد بصمودكم وبطولاتكم. وهلأ أكيد رح نعرف شو هي أبرز محطاتنا الصباحية لليوم، فاصل وبنبدأ بفقراتنا لليوم. مثل كل يوم في كتير اشياء جديده بتدخل بحياتنا وممكن نجهل حقيقتها. هلا رح نتعرف سوا على مجموعه من المعلومات الجديده والغريبه بهالتعلم. معلومات كتيره ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات بنجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن البيتزا تجعل جسمك يفرز مادة كيميائية تسمى الأوكسيتوسين، وهي نفس المادة التي تفرز حينما تشعر بالحب، لذلك هناك احتمال بأن تصبح مغرماً بالبيتزا. وهل تعلم بأن ظهور الشعر الأبيض وعلامات الشيب في وقت مبكر دليل على ارتفاع مستوى الإدراك والمسؤولية لدى الشخص؟ وهل تعلم بأن حجم العينين يبقى ثابتاً منذ ولادتنا وحتى الوفاة؟ وأخيراً هل تعلم بأن آخر حاسة يفقدها الإنسان عند وفاته هي حاسة السمع؟
أكيد سلمى، بعد هالمعلومات اللي بنعتبرها جديدة وغريبة بنفس الوقت، رح ننتقل كمان لجولتنا المنوعة لليوم ومع دراسة كمان جديدة، حيث كشف الباحثون السويديون عن معلومات تؤكد أن الذكاء والنجاح في التحصيل العلمي والجانب المهني عوامل قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض خطيرة. وقد توصل العلماء إلى علاقة بين مستوى التأهيل العلمي للبشر واحتمال تطور مرض سرطان الدماغ لديهم. أكيد فرح، أظهر البحث أنه الذين يتلقون التأهيل العلمي أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان مقارنة بخريجي المدرسة الثانوية بصورة خاصة، فإن أنواع سرطان الدماغ مثل الورم الدبقي والورم السحائي تصيب النساء ذوات التأهيل العالي أكثر بنسبة 23% مقارنة بغيرهن الأقل تأهيلا علميا. يعني سلمى غريب شوي هذا الخبر، انه كل ما زاد مستوى التأهيل العلمي ومستوى الذكاء خلينا نقول ممكن ترتفع معدلات الإصابة بأمراض او خلينا نقول مشاكل، شو رأيك بهذا الخبر؟ يعني عن جد غريب. هل ممكن بيقولوا انه الشخص لما بيكون تعلم اكثر او ذكي اكثر ممكن بيكون بيعرف طرائق اكثر لحتى يوقي نفسه من الأمراض، بس على ما يبدو انه هي لها علاقة بطريقة عمل الدماغ، يمكن كل ما اشتغل اكثر بيتعب اكثر، طريقة معالجة المشاكل كمان خلينا يمكن سلمى. خبرنا التالي اليوم من مراهق أمريكي دخل باتريك بونوس 15 عاما التاريخ بتحطيمه الرقم القياسي في حل مكعب روبيك، وكان الرقم السابق لحل هذا المكعب هو 4.74 ثانية، أما بونوس فقد تمكن من حل المكعب بفارق 0.5 ثانية فقط. أكيد فرح، وأظهر مقطع الفيديو كيف نظر المراهق للمكعب لعدة ثواني قبل أن يبدأ بحله، وتحركت أصابعه بسرعة فائقة ينفذ 17 حركة فقط ب 4.69 ثانية. خلونا نتابع مع بعض. وإلى خبرنا الأخير، حيث قدم خبير تكنولوجيا سلوفاكي فرصة للجماهير لزيارة متحفه للهواتف المحمولة القديمة ليحيي في ذاكرتهم تلك الفترة التي كانت هذه الهواتف تزن أكثر من جهاز الكمبيوتر ولم يكن بمقدور كل الناس شراءه. أكيد فرح، يضم المعرض أكثر من 1500 طراز أو 3500 قطعة متضمنة نماذج مكررة، ويحتل المتحف غرفتين وتم تحديثه وإعادة طرحه بالأسواق بالإضافة إلى أجهزة عمرها 20 عام ويعمل بكفاءة تامة. بعد هالجولة على الأخبار المنوعة سلمى، خلينا نروح لفقرتنا اليومية، فبالتاريخ كتير من الأحداث اللي تسجلت بالذاكرة صارت حكايتنا لليوم. شو صار بمثل هاليوم؟ منتابع مع بعض. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1919 تم توقيع معاهدة سان جيرمان بين الحلفاء والنمسا الخاصة بالأقليات، وفي عام 1937 انعقاد مؤتمر ليون لبحث القرصنة في البحر الأبيض المتوسط، وفي عام 2002 سويسرا تنضم إلى الأمم المتحدة بعد 10 سنوات من التمنع رغم أنها تشتهر بحيادتها. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1890 الأديب النمساوي فرانس فيرفل، وفي عام 1972 غادة شعاع رياضية ولاعبة في ألعاب قوى سوريا. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1949 المخرج والممثل أحمد سالم،
وفي عام 1981 الموسيقار والملحن المصري رياض الصنباطي. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. يسعد صباحكم. فرح العاشر من أيلول شكل البداية لموهبة خاصة بعالم الرياضة، لمع أسماء كأيقونة في مجال ألعاب القوى، تميزت وتفوقت واستطاعت أن ترفع العلم السوري عاليا في المحافل الرياضية الدولية لألعاب القوى. غادة شعاع أيقونة سورية، بنقلب صفحات من إنجازاتها بالتقرير التالي. من بلدة محردة التي تتمتع بخصوصية جمالها، فبين سهل وجبل ملامح موهبة رياضية قفزت فوق حدود التميز والإبداع الرياضي، فاستحقت لقب غزالة سوريا. غادة شعاع البطلة السورية التي حصدت العديد من الجوائز العالمية الأولى في مجال ألعاب القوى، ولدت في العاشر من أيلول من عام 1972. ظهرت موهبتها الفطرية خلال ممارستها كرة السلة في مرحلتها التعليمية الأولى، فبموهبتها وقوتها البدنية بدأت انطلاقتها في طريقها نحو بطولة سوريا عام 1991، مسجلة رقما قياسيا، وتابعت صعودها في دورة الألعاب العربية السابعة عام 1992، كما سطرت غادة اسمها في سجل العالمية في دورة النوايا الحسنة بمدينة سان بطرسبورغ عام 1994، فبدأت ملامح البطلة السورية ترسم بوضوح على المشهد الرياضي. الأيقونة الذهبية، كان الذهب يليق بموهبتها وقدراتها الرياضية، حيث حققت غادة شعاع الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1996، وسط مشاركات دولية ارتفع العلم السوري على كتفي غادة شعاع، أيقونة الرياضة التي ستخلد في ذاكرتنا. سلمى، أولى فقراتنا لليوم نبدأها من اليوم السوري لمكافحة التدخين، حيث أقامت وزارة الصحة برعاية وزير الصحة نزار اليازجي فعالية مركزية تحت شعار لا للتدخين صحتنا أغلى. تضمن فقرات عدة تحمل رسائل توعوية للشباب السوري، وللحديث أكيد عن أهمية هالفعالية بصيرنا نرحب بالدكتورة هيفاء سعيد وهي منسقة برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. صباح النور. يعني بالبداية كلنا بنعرف أنه في يوم عالمي لمكافحة التدخين، لكن خلينا نحكي عن كيفية اختيار يوم سوري أيضا لمكافحة التدخين. ب 9/9 عام 1996 أصدر الرئيس الخالد مرسوم بمنع الإعلام عن منتجات التبغ بالإعلان عنها بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء، فكان بهذا التاريخ هو حدده باليوم السوري لمكافحة التدخين، ومن هالتاريخ بلشنا نحتفل كل سنة 9/9 باليوم السوري لمكافحة التدخين. نعم. يعني الشيء المميز دكتورة انه كان في وجود ومشاركة للأطفال اللي هن يمكن البداية بتكون معهم، فخبرينا كيف تم العمل يمكن على توعية الأطفال قبل الشباب قبل البالغين حتى. تمام. هلا الحقيقه كثير عم نشوف انه عم تبلش ظاهره التدخين باعمار كثير مبكره، يعني بتاريخ 2016 تقريبا انا كنت بلساحه الميسات، فكان في طفله عمرها 3 سنين بالضبط كانت عم تدخن. التدخين كانت عباره عن سيجاره اما
بتناولها بالاول بتضيفها اياها بتكملها وبعدين سته كانت عم بتدخن وعطيتها اياها كمان. طبعا انا صورتها ومن هون بلشنا كلياتنا نفكر بصراحه بالاعمار. نبلش بالاعمار الصغيره، كنا نشوف باليافعين ما كنا نشوف بالاطفال، لكن حقيقه هلا عم نشوف بكثير اعمار مبكره عم يبلشوا حتى بي يعني مو بس على مستوى سيجاره، حتى بنقول الارجيله وكثير شفتوا على المواقع التواصل الاجتماعي بنت صغيره عمرها 5 سنين كثير عم تطالب الارجيله من امها. وبالتالي احنا هلا بلشنا نفكر ننزل بالاعمار الصغيره للاطفال حتى نوعيهم قبل ما يدخلوا بهالقصه يعني. طيب دكتور، يعني مثل ما حكيت يمكن هاي الظاهره صرنا عم نشهدها بالفتره الاخيره واكيد لها كثير خطوره بالمجتمع وخصوصا بالاعمار الصغيره اللي هي عين. كيف حاولتوا يمكن تدرسوا هذا الموضوع، نوعية الحملات اللي رح تتوجهوا لها لمخاطبة هاي الأطفال؟ الحقيقة احنا بلشنا بالشهرين الماضيين بهيك رسائل توعوية. طبعا الطفل ما فيك تعدي وتعطيه محاضرة عن أضرار التدخين، بدك تنزلي طبعا شو مستوى كيف بيفكر والطريقة اللي نوصل له الرسالة. هلأ كتير كانت مبادراتنا بالشهرين الماضيين هي متوجهة لليافعين والأطفال والشباب، فقدرنا نوصل رسالة تقريبا ل 8000 شاب وشابة بكل محافظات سوريا عبر منسقين برامج مكافحة التدخين. نشاطاتنا كانت تتمثل بعروض مسرحية، نشاطات ترفيهية، كان كمان من خلال معارض رسوم. كتير شاركتنا المؤسسات حكومية وجمعيات أهلية والكشاف، والشباب كتير كان لهم دور ومنظمة طلائع كان لها دور كتير بالقصة، فكتير ساعدونا الحقيقة أنه نوصل الرسالة وما زالوا مستمرين إلى الآن بالعمل، كونه بداية تلاحظ الاحتفالية هي بداية عام دراسي، فكتير سلطنا الضوء على أضرار التدخين وعلى التدخين السلبي كمان. دكتورة هيفاء زميلتنا أريش كانت موجودة ضمن الفعالية، قالت لنا بعض الأجواء، حنتابع مع بعض نرجع نكمل حديثنا مع حضرتك. الحقيقة هو اليوم السوري لمكافحة التدخين، نحن عنا يوم عالمي لكن كان في إصرار على أنه يكون يوم سوري، لأنه الحقيقة مثل ما نكون ملاحظين أنه ظاهرة التدخين صارت ظاهرة خلينا نقول وصلت لمرحلة الوباء، انتشرت بكمية كبيرة بين جيل الشباب، واللي بده يبني جيل صحيح حتى نقدر نعيد أعمار البلد يجب أن يكون جيل صحيح معافى. وآفة التدخين هي من الآفات الضارة جدا بأمراض السرطان وأمراض القلب، مشان هيك كانت هي الاحتفالية، وعم نشوفوا أنه مشاركة جيل كبير من الشباب من مساعدة حشمة الثورة منظمة طلائع البعث لحتى نبعث رسائل لهالشباب الابتعاد عن هي الآفة اللي الحقيقة إلى مخاطر كتير على المجتمع. والله شيء جيد وشيء منيح يعني شيء بيفيد لقدام وللشباب بالنسبة للتدخين أنه يوقفوا التدخين وما يبطلوا، يعني شيء مناسب كمان، يعني شيء جيد، فعالية جيدة بصراحة. هي فعالية توعوية كتير منيحة مشان الشباب أنه يبطلوا الدخان ويتركوه. هي فعالية كتير يعني كتير ظريفة ولازم تكون يعني من زمان، ومشان الشباب يبطلوا التدخين، وكمان في بنات كتير هلا يعني منتشرة ظاهرة التدخين عند البنات كمان، يعني انه بتمنى كلهم يوقفوا التدخين مشان الامراض وهيك شغلات. مهمة بنسبة كبيرة لان تقريبا اكثر من 90% من العالم بيدخنوا، فهي رح تخليهم انه تقريبا يبطلوا بنسبة منيحة التدخين، بس في عالم ما بيهتموا زيادة بهيك الشغلات يعني. دكتورة، يعني مثل ما تابعنا حتى كان في آراء من يمكن الأطفال المتواجدين أنه هاي الحملات كثير مهمة ممكن تأثر، وبلشوا يحكوا عن نسب، فقديش أنتم وصلتوا معهم يمكن ببرامج لحتى قدرتوا توصلوا لهالنتيجة، بلشوا هن نفسهم يمكن يحاولوا يكونوا ينقلوا هالتوعية لأطفال غيرهم؟ تمام، نحن عم نعتمد أصلا بنشاطاتنا على هاي الفئة، يعني منهم وإليهم،
يعني هن يشتغلوا بهيك مبادرات وفعلا اقرب لبعض. تمام، لانه في شيء اسمه ثقافه اقران. فالحقيقه لما انت بتوصلي غير لما بيكون اصدقاء مع بعض بيوصلوا الفكره اكثر، حتى ممكن ينقلوا بصراحه الرساله للاسره، يعني مو بس على مستوى الأصدقاء بمدرستهم أو بجامعتهم، لا على مستوى الأسرة، ممكن على مستوى الوسط الاجتماعي اللي هن عايشين فيه ممكن ينقلوا الرسالة. والحقيقة احنا هلأ بالنشاطات اللي متبعينا هلأ في عنا 3 مبادرات هنشتغل فيها، والحقيقة بإشرافنا ولكن بشغل الشباب نفسهم. هلأ في مبادرة اسمها عزم وإصرار، تكون من خلال شباب الجامعة نفسهم. هن حيقوموا بمبادرات وحينشروا الرسالات حول أضرار التدخين بأسلوب هن بيختاروا، طبعا هن بيلاقوا الشيء المناسب إلى ضمن جو الجامعة. المبادرة الثانية كتير توجهنا فيها هلأ لمستوى تاني من شريحة العالم اللي بجوز لحنا أحيانا كنا نغفلهم بنشاطاتنا، هي فليكن منك التغيير. هي مبادرة لليافعين ضمن دور الأيتام وللأحداث الأطفال بمجمع الأحداث، فهتكون من خلالهم حيعملوا مبادرة وحيوصلوا رسائل لإلهم ولرفقاته ان شاء الله. كمان دكتورة عن البرنامج اللي وضعته وزارة الصحة اللي هو برنامج توعوي ان كان لمرضى التدخين بمختلف الاعمار، خبرينا كيف عم بيكون البرنامج، شو هي الخطط الموضوعة ان كان ضمن هذا اليوم وضمن هذا التاريخ وفي المستقبل. تمام، هلا نحن بهذا اليوم ما بس اقتصر على احتفالية ضمن مدينة دمشق، الحقيقة كل المحافظات السورية احتفلت كلهم بطريقته، يعني بصراحة ممكن يكون عن طريق كان احتفال رياضي ببعض المحافظات أو عن طريق مسير رياضي، وأحيانا عن طريق مثلا مساعدة مع وزارة البيئة وهيك، إنه ممكن يزرعوا أشجار ضمن هاي اليوم، وبالتالي ننقل كمان رسالة مشان تلوث البيئة ونساعد نخفف من الأضرار على الشباب. هي ناحية. الناحية الثانية حنستغل الفصل الدراسي اللي حيبلش، وحيكون كمان نصيب لطلائع الباس ومنظمة الشبيبة بنشر هاي الرسالة وبالعروض المسرحية بالنشاطات الترفيهية يلي هن بيرتقوها ضمن المدارس. تمام، بالخطة الجديدة مثل ما قلت لك حيكون خلال الأشهر القادمة 3 مبادرات، مبادرة عزم وإصرار للشباب، مبادرة فليكن منك التغيير، في مبادرة هي نتوجه فيها للمجتمع المحلي حتكون مبادرة منازل خالية من التدخين، وإن شاء الله نقدر نحقق شيء ضمن هاي المبادرة. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي، نحن بظل هاي الظروف اللي نحن موجودين فيها هل خف توجهكم لهي الأمور ولا بالعكس كان في إصرار أكثر على المحافظة على الحفاظ على بيئتنا وبنفس الوقت الحفاظ على صحة الأطفال وأيضا اليافعين؟ تمام، هلا أنا لا أخفيكي بأول الأزمة كتير البرنامج ما كان عم ينطلق بأسلوب صحيح لأنه ما كانت الظروف بتساعد، يمكن ولكن في أولويات مختلفة. تمام، شوي حسب الأولويات، ولكن الآن وبدءا من العام الماضي إلى الآن عم نشتغل بصراحة كتير بالبرنامج وعم نلاقي كتير إقبال، مو بس من وزارة الصحة، الحقيقة كل الفعاليات الحكومية والجمعيات الأهلية عم تشتغل معنا على أنه نوصل هاي الرسالة، لأنه بصراحة التدخين ما عاد منتشر بس مثل مفهوم أنه التدخين هو سيجارة، الحقيقة الأرجيلة اللي عم تنتشر بشكل كتير كبير ضمن المقاهي والطرقات والمنازل، ف عم نحاول كتير نوسع نشاطنا وإن شاء الله نقدر نحقق شيء. وبما أنه في عالم كتير عم تشتغل معنا والإعلام عم يساعدنا إن شاء الله بالقصة، فإن شاء الله نقدر نحقق شيء بهالسنوات. نعم دكتورة، اليوم عبر شاشتنا شاشة الإخبارية السورية شو بتحبي توجهي كلمة إن كان لجميع الفئات العمرية يلي بعدها يمكن الحمد لله هلأ ما جربت التدخين، والفئات العمرية الأخرى يلي لازم تبطل الدخان وتفوت بحياة صحية كاملة؟ تمام، أنا بدي وجه رسالة عن جد إنه قاعدة لمدة 5 دقائق لحتى نشوف أضرار التدخين وشو الفوائد اللي بنحصل عليها بالإقلاع عن التدخين، خلينا نفكر قديش ممكن صحتنا بتكون أقوى، قد ممكن يقدر يمارس الرياضة بشكل أكثر، وحتى الفعالية والنشاط لغير مدخن أفضل بتكون من الشخص المدخن. فعلى العموم نحن بدنا نساعدهم أول شيء إنه ما يدخلوا بالموضوع، وإن كان
دخل بالموضوع نساعده للإقلاع عن التدخين. طبعا كتير فيه يتوجه لوزارة الصحة بمديرياتها المختلفة وياخذ منا المعلومات الكافية كيف ممكن نساعده عن الإقلاع عن التدخين. طبعا إن شاء الله بالخطط المستقبلية لوزارة الصحة كمان وإن شاء الله تكون قريبا هي العيادات عيادات الإقلاع عن التدخين، وإن شاء الله بنقدر نساعد هالشباب أولا للي ما دخل بالقصة واللي دخن أو جرب التدخين ممكن نساعده إن شاء الله بالإقلاع عن التدخين. أكيد يعني دكتورة هي الجهود يعني تضافر عدة جهات مع بعض، أيضا يعني خلينا نحكي عن دور الجهات اللي ساهمت مع وزارة الصحة بتفعيل هاي المبادرات. تمام. هلا بصراحة احنا كثير ساعدونا مختلف الوزارات والجمعيات الأهلية. هلا في وزارة الشؤون الاجتماعية الحقيقة توجهت مشكورة انه بدها برنامج لتوعية الأحداث بمجمع سيا هي للجانحين، وفعلا احنا وضعنا برنامج وبرنامج ان شاء الله ينال رضا من وزارة الشؤون الاجتماعية. طبعا هذا البرنامج ما بنقدر نتوجه فيه عن طريق محاضرات، كان محطوط بشكل انه هذا الحدث اللي قاعد بهيك مكان يقدر يبطل عن التدخين، وحتى مو بس بالتدخين بصراحه هو البرنامج عم يشمل الجانب النفسي وعم يشمل جانب الادمان على المخدرات، فحتى نوعي لما يقع بهيك مشاكل ان شاء الله. بالاضافه لجمعيات مختلفه اليونيسف منظمه الصحه العالميه كثير بتساعدنا بالقصه، وجمعيات حقوق الطفل كان إلى دور وحتى كان إلى دور إلى بالاحتفالية يعني. نعم أكيد دكتور، نحن بدنا نشكر وجودك معنا لليوم وبدنا نشكر كل شخص ساهم بهي الفعالية وساهم بنشر الوعي بين الشباب وبين الأطفال حتى وبين جميع الفئات. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لك دكتورة هيفاء، بنتمنى مثل ما قلتي أنه إيد بإيد وخطوة بخطوة لحتى نحصل على نتائج. شكرا لك. أما هلأ سلمى فخلينا نروح لجولتنا الثقافية الصباحية لليوم، نبدأها أكيد من دمشق حيث أعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب أسماء المقبولين في مسابقة حفظ الشعر العربي التي أعلنتها سابقا ضمن مشروع وزارة الثقافة في التمكين للغة العربية. سيتبرع 24 مشاركا ومشاركة في فنون الأداء الإلقاء والحفظ، حيث حددت هيئة الكتاب شروط المسابقة بحفظ 12 قصيدة من الشعر العباسي للشعراء أبو تمام البحتري المتنبي والمعدي، على أن تقدم مكافآت مالية للفائزين في المسابقة تقدر ب70,000 ليرة سورية للفائز الأول، 60,000 ليرة للثاني و 50,000 ليرة للثالث، إضافة إلى 50 عنوانا من مطبوعات الهيئة في علوم العربية وأدبها لكل فائز، وجوائز تشجيعية لأصحاب الأداء المميز في الإلقاء. فرح، ولح روح بخبرنا التالي إلى حلب. أقامت المؤسسة العربية للإعلان حفل فني جماهيري على مدرج قلعة حلب أحياها الفنان فارس أحمر وسط حضور الآلاف من أبناء مدينة حلب. خلينا نتابع كيف كانت الأجواء وتفاصيل مع مراسلنا بحلب أنس رمضان. احتفاءً بانتصارات الجيش العربي السوري، أقامت المؤسسة العربية للإعلان حفلاً فنياً جماهيرياً على مدرج قلعة حلب أحياه الفنان فارس أحمر وسط حضور آلاف من أبناء مدينة حلب تابعوا الحفل داخل وخارج القلعة وسط ابتهاج وسعادة كبيرة لعودة الحياة إلى مدينتهم القديمة وقلعتهم الشامخة. حلب تنبض في الحياة، حلب لا تموت، حلب سوف تقوم من أزمتها، حلب سوف تتعافى، سوف تتعالج، وتعالجت في وقت سريع بفضل قوات جيشنا الغالي الجيش العربي السوري.
أكيد اليوم بهذا الحدث الجميل بقلعة حلب أنا رح أوصف لك إياه بكلمة، يعني أنا فرحي بهالناس هلأ اللي رح تشوفوها بعد شوي، هالناس الكثيرة هي اللي أجت هيك مترادفة إلى وراء بعضها لقلعة حلب الشهباء، جاي تفرح، جاي تفرح حجار القلعة، الحجار اللي عدى علي مأساة جاي تفرحها. اليوم هو أكيد تجسيد لانتصارات الجيش العربي السوري، ولولا تضحيات الشهداء وجيشنا العربي السوري أكيد ما كانت حلب اليوم عم تحتفل، فاحتفالنا اليوم أيضا بانتصار تحرير مدينة دير الزور، وإن شاء الله الاحتفالات قادمة بتحرير سوريا بالكامل. رسالة من حلب الشهباء إلى كل العالم أنه سوريا منتصرة، وحلب راح تكون دايما اللؤلؤة لسوريا. أكيد أكيد شيء كتير مهم، هذا برج العالم كله انتصاراتنا وصمود أهل حلب، وإن شاء الله عقبال كل سوريا بإذن الله يا رب. رجع هيك بهالطريقة، هي أكبر دليل على أنه نحن بنقدر نرجع بعد الانتصارات الكبيرة للجيش العربي السوري، تحرير كل حلب تقريبا. لازم صار اللي بقى نفرح كلياتنا ونرجع لحياتنا الطبيعية. هاي الحفلات يعني تعبر عن ثلاث شغلات، أول شيء عن فرحة رجعتنا بدير الزور، وعن فرحتنا بحلب، وعن فرحتنا بالعيد الإخراني كان هو عيد الأضحى. جانا إن شاء الله وتعالى الأمن والأمان، خصوصي بعد تحرير دير الزور الحمد لله، يعني نحن كتير مبسوط كتير، كتير إن شاء الله لما بتحرر المناطق الأخرى إن شاء الله ننبسط أكثر. والله هيك انبسطنا إنه هيك نرجع لقلعتنا، ولا يعني هيك نرجع لحفلاتنا وأيام زمان والقلعة. الله يجعل هيك الفرج وهيك على كل البلد يا رب. الحضور تفاعل مع القدود والموشحات الحلبية والطربية التي أدها الفنان فارس الأحمر، معبراً عن سعادته بهذا العرس التي تعيشه سوريا في حلب الشهباء بفضل انتصارات رجال الحق، رجال الجيش العربي السوري. ختام جولتنا الثقافية مع عودة الفنان السوري العالمي غسان بسعود إلى المسرح من خلال عمله الجديد كأنه مسرح، الذي سيحصل بصمته الإخراجية. العرض يروي حكاية محاولة مخرجة مسرحية جمع عدد من الممثلين في عرض مسرحي واحد، حيث تعاني المخرجة من تقريب وجهات نظرهم التي تعبر عن الإيديولوجيات والبيئات المختلفة التي ينتمون لها. يشارك في العرض أيضا عددا من الفنانين السوريين، منهم ديما قندلفت محمود نصر، وهو من تأليف لوتس مسعود التي عبرت عن المسؤولية التي تشعر بها كون العرض سيشهد عودة والدها الفنان غسان مسعود إلى خشبة المسرح. أكيد فرح بعد هذه الجولة على الأخبار الثقافية من سوريا والعالم. لنروح مشاهدينا لفاصل قصير وبنرجع بعده لنكفي باقي محطات صباحنا غير. تحت شعار شباب مبدع مؤسسات رائدة انطلقت فعاليات مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية برعاية السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، الذي تقيمه كل من وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جامعة دمشق. تفاصيل أوفى عن اليوم الأول للمؤتمر بتقرير زميلتنا متيندا كربوش. إيمانا بقدرات الشباب وطاقتهم في إعادة إعمار سوريا، كان لابد من البحث في الطرق المثلى لتوظيفها في الإصلاح الإداري والتنمية البشرية. أقامت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا مؤتمر الشباب الأول برعاية الرئيس بشار الأسد تحت شعار شباب مبدع مؤسسات رائدة. بيكتسب المؤتمر أهمية خاصة نظرا لأمرين،
أولا هو الالتفات إلى الشباب بهذه المرحلة والتأكيد على دورهم بمرحلة البناء وإعادة الإعمار، التأكيد على دورهم بناء على قاعدة أساسية ومعرفية تنطلق من سبر احتياجاتهم المعرفية والمهارات واحتياجاتهم التدريبية، وتأمين كل هذا من خلال وزارة التنمية الإدارية التي ستعمل على تأهيل كافة معارفهم ومهاراتهم لولوجهم في مؤسسات الإدارة العامة والمؤسسات الوطنية العامة والخاصة. طلاب سوريا منصة حوار أولية في مفاهيم التنمية البشرية والإدارية وأيضا الإصلاح الإداري بعناوين على مستوى الدولة وأيضا عناوين على تتناسب وطموحات الطلاب والشباب وخاصة فيما يتعلق في الجانب التعليمي الذي هو هاجس أساسي للطلاب السوريين. المادة الضرورية والأساسية لأجل يعني إعادة أعمار سوريا هم رجال الجيش العربي السوري، هم الشباب الموجودين في الجامعات، هم كل شيء في سوريا، وبالتالي لإعادة أعمار سوريا وبناء سوريا بشكل سليم ويعني وقيم لابدنا الاهتمام بمشاكل وشؤون الشباب السوري. الآن ما نعمل عليه سواء تربية أو تعليم عالي هو لابد مع القرن 21 وهذا ما تعمل عليه كل منظومات التعليمية والتربوية في العالم تحقيق كفايات القرن 21. اليوم طلبة الجامعات لابد أنه من هلأ يواكبوا هذا العمل. المشروع بدأ وانطلق، مشروع مهام جدا. الطلبة وقت بتواكبوا من الآن بكرة بتطلع لسوق العمل إن شاء الله، سوق العمل هي جاهزة بهذا الملف. إعادة البناء بحاجة إلى كوادر مؤهلة حقيقية، الشباب هن خلينا نقول اللبنة الأساسية في إعادة الإعمار عموما، وبعتقد يلي هن أساسا حاملين بالمرحلة القادمة حاملين هموم الوطن على كتافهم، فإذا كان شبابنا واعيين مؤمنين تماما بالشيء اللي بدهم يشتغلوا فبتصور الوطن رح يرتقي بالأداء وعلى مستوى العام. وبهدف نشر ثقافة التنمية الإدارية وتعزيز مفاهيم التطوير والإصلاح الإداري لدى شريحة الشباب ليكونوا حوامل مستقبلية في تمكين بناء مؤسسات الدولة وترشيد نظامها الإداري، قدم عدد من الشباب أوراق عمل لرفع كفاءة أداء الموارد البشرية الشابة ومعرفة احتياجاتها التدريبية ومناقشتها. أنا العنوان اللي اخترته هو بيتعلق بالتحديات والصعوبات اللي بيواجهها الشباب بسوريا، الفرص المتاحة حتى المعوقات إجمالا. ورقة عمل بعنوان دور الإصلاح الإداري في محاربة الفساد، هدفت الورقة بشكل أساسي إلى توصيف الأسباب الحقيقية للفساد الإداري في بلدنا ومحاولة وضع خطة متكاملة لمحاربة الفساد واستئصاله من جذوره بناء على إجراءات علاجية ووقائية. ورقة العمل هي انطلقت من صميم الواقع احنا عم نعيشه اللي هي التعليم الجامعي بين جمود النص مرونة الواقع. الهدف الأساسي منه أنه تفعيل الجانب العملي عند الشهادة السورية. تستمر أيام المؤتمر حتى 14 من الشهر الجاري لخروج بتوصيات تكون الدعائم الأساسية للإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية في المرحلة القادمة لإعادة إعمار سوريا. شباب مبدع مؤسسات رائدة، تحت هذا الشعار انعقد المؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية بهدف تطوير الطاقات البشرية لإعادة إعمار سوريا في خطوة لمشروع وطني شامل. للإخبارية السورية من جامعة دمشق متيل كربوج. أفكار وطروحات تسلط الضوء على دور الشباب في الإصلاح الإداري والتنمية البشرية وتوظيف طاقاتهم في العمل ضمن المؤسسات والمجتمع، وأيضا العمل على تعزيز مفاهيم التطوير لدى شريحة الشباب. لنتوسع بالأفكار والطروحات اللي راح يحملها المؤتمر ونضيء على افتتاحه وأبرز العناوين التي طرحت باليوم الأول. بصرنا يشاركنا بصباحنا غير لليوم السيد همام كناج رئيس فرع طرطوس للاتحاد الوطني لطلبة سوريا. أسعد صباحك. صباحكم صباح خير لكل بلدنا، لكل ناسنا وأهلنا ولجنود جيشنا الباسل بكل مكان يا رب. يسعد صباحك عن جديد وأهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما حكينا مشروع الريادة السورية للكوادر وربط المصادر التعليمي بالتدريبي هو يعني هذا العنوان العريض يلي انطلق. تمر خبرنا اليوم شو أهمية هذا العنوان وكيف عم يتم العمل عليه؟ نعم، بداية أهمية المؤتمر تأتي بعد اللقاء الذي عقده السيد الرئيس وحديثه أمام مجلس الوزراء وأطلاقه لمشروع الإصلاح الإداري. فكانت هناك مبادرة من الاتحاد الوطني لسوريا بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لإعداد منصة يلتقي فيها الشباب
الذين لديهم الهواجس الأكبر تجاه مستقبلهم في هذا البلد بوضع مجموعة من العناوين ومجموعة من الأفكار ورؤاهم حول مواضيع الإصلاح الإداري. فكان لنا هذا اللقاء في مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية الذي انطلقت أعماله البارحة. بالتأكيد خلال اليوم الأول تم عرض مجموعة المواضيع الهامة جدا، من أهمها ربط المسار التعليمي بالمسار التدريبي، أيضا الفرص والتحديات التي تواجه الموارد البشرية في بلدنا، بالإضافة أيضا إلى موضوع تعزيز القدرات القيادية الشابة. خلال عرض هذه الأوراق كان هناك حضور متنوع من الشباب وحتى بعض الشخصيات الأكاديمية وشخصيات ذات الخبرة العملية، بالإضافة إلى حضور الدائم للسيدة وزيرة التنمية الإدارية وحضور السيدة دارين سليمان مشرفة على أعمال المؤتمر من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. جرى نقاش مستفيض في العديد من القضايا، وتم وضع ملاحظات واقتراحات إضافية من قبل المشاركين حول الأوراق المقدمة من قبل أصحاب أوراق العمل. نعم، يعني أستاذ هما مثل ما تابعنا يمكن بالتقرير عناوين كتير مهمة، عناوين حساسة بهذا الوقت، واللي يمكن الأهم هو دور الشباب لحتى يكونوا متفاعلين مع هاي العناوين المهمة بمجتمعهم بظل هاي الظروف. خلينا نحكي عن ورقة العمل اللي قدمتها حضرتك أيضا بالمؤتمر. نعم، عنوان ورقتي كانت تعزيز القدرات القيادية الشابة. كما نعلم اليوم لدينا العديد من المؤسسات التي اليوم يوجد فيها حال من ضعف الأداء، والسبب في ذلك يعود إلى عدم تطبيق مناهج الإدارة الحديثة والتقنيات الحديثة، ويعود ذلك إلى عدم تمتع القادة أو المدراء الحاليين تمتعهم بالمهارات اللازمة في هذا المجال. الشباب يتمتعون بمهارات عديدة في هذا الشأن، ولكنهم في ذات الوقت أيضا يفتقرون إلى المهارات الإدارية، وهذا يرجع إلى العديد من الممارسات التقليدية في الإدارة التي تقصي الشباب. تعرفين هؤلاء الشباب هم منافسون لكي يكونوا في مواقع الإدارية متقدمة، محاولات الإقصاء هذه للأسف موجودة، وبالتالي هذا الأمر يلغي الشباب ويبعدهم عن مواقع القيادة. ما نحاول أن نقدمه في هذه الورقة وقدمته البارحة باستعراض مجموعة من أسباب ضعف تنمية القيادة الشابة اليوم في سوريا، تحدثت عن هذه النقاط باستفاضة وقدمت مجموعة من المقترحات. يعني أكد بداية على مقترح السيد الرئيس، ليس مقترح وإنما هو توجيه السيد الرئيس في لقائه أمام مجلس الوزراء، بإعداد خارطة الموارد البشرية ولفرص والشواغر الموجودة، وإعداد توصيف وظيفي لهذه الشواغر بحيث نتمكن كحكومة وكبلد من استفادة من الإمكانيات والكفاءات الموجودة حتى لا تتسرب وتهاجر خارجها. أيضا قدمت مقترح يتعلق بإعداد مشروع وطني لتعزيز القدرات القيادية الشابة، وهو مشروع يبدو أن الوزارة تتبناه وتبنته الآن في كلام السيدة الوزيرة بهذا الاتجاه، وسوف يعد من خلال يعني مشاركة الشباب القادة الموجودين في مؤسسات مختلفة على كافة الصعب، بحيث يتم وضع برنامج يحقق فعلا ما يحتاجون إليه، يعزز نقاط القوة لديهم ويحاول أن يلغي نقاط الضعف الموجودة لديهم كلهم بحسب قطاعه. هذا أمر إيجابي وحقيقة أنا يشعرني بالتفاؤل لما هو آتي فيما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري. نعم، كمان أستاذ ما مثل ما عرفنا تم توزيع أوراق استبيان، يمكن حتى نعرف مستوى رضا الشباب عن أنفسهم، خلينا نعرف من حضرتك إمتى بتصدر النتائج وبرأيك كيف حتكون؟ نعم، طبعا تم استغلال هذه الفرصة بوجود هذا الكم من الشباب المهتم في مؤتمر واحد ومتحلق حول موضوع واحد، هو موضوع الإصلاح الإداري، موضوع أيضا تعزيز وتطوير قدرات الشباب. الاستبيان تم وضعه من قبل وزارة التنمية الإدارية اليوم، خلال أيام المؤتمر جميع الحاضرين من الشباب سوف يقومون بملء هذه الاستمارة أو الاستبيان، والذي يقيس جوانب متعددة منها رضاهم عن عملهم حتى في القطاع العام أو رضاهم عن عملهم في القطاع الخاص، وتقييمهم لنواحي مختلفة من العملية الإدارية ضمن هذه القطاعات. بالتأكيد نتائج استبيان سوف يتم الانتهاء منها بعد الانتهاء من كافة أعمال المؤتمر، وسوف تكون يعني من خلال الأرقام الناتجة عن عملية تحليل الاستبيان مؤشرات تستدل بها وزارة التنمية الإدارية في أداء برامجها التي أعلنت عنها، ومنها مشروع تعزيز القدرات القيادية الشابة وغيرها من المشاريع. طيب أستاذ همام، يعني يمكن يعني وجود شباب بعمر متقارب من بعض تحت عم يشرحوا أو حتى عم يطرحوا أوراق بتخص مفهوم كتير كبير ومفهوم أساسي يمكن لتنمية أي دولة بالعالم، اللي هو التنمية، هالمفهوم اللي كان غائب لفترة طويلة. كيف كان لقاء الشباب؟ كيف كانت الأوراق؟ التفاعل بينهم وبين أيضا الخبرات اللي كانت متواجدة، الخبرات الكبيرة؟ نعم، في الحقيقة الشباب الذين قدموا أوراق في معظمهم طلاب دراسات عليا في مجالات الإدارة والاقتصاد والتنمية الإدارية. هؤلاء الشباب أيضا تحدثوا بدرجة أولى عن وجعهم وعن هواجسهم للمستقبل، وبالتالي كانت الأوراق تلامس جدا الواقع بعيدة عن التنظير. يعني كثير من الأوراق عادة تكون تحوي الكثير من التنظير والكلام، ولكن هذه الأوراق قاربت الواقع من ناحية أكاديمية علمية بالاستناد أيضا إلى دراسات سابقة ومراجع علمية موجودة. هذا الأمر خلق حالة تفاعلية كبيرة جدا
من قبل الحضور ممن ايضا قدموا اوراق ربما بسبب يعني لم تقبل هذه الاوراق او لم تتح لهم الفرصه، ولكنهم كانوا حاضرين ايضا وارادوا ان يدلوا بارائهم ضمن هذا الملتقى. وجود ايضا وزراء واعضاء مجلس الشعب وشخصيات يعني لها حضورها البارز والفاعل في مجال الشباب ومجال التنمية ايضا اعطى دفع وزخم قوي جدا، والزخم الاكبر ايضا اعطاه رعاية السيد الرئيس لهذا المؤتمر، كون اليوم السيد الرئيس هو رافع طعمية الاصلاح في هذا البلد، وهو الذي اعلن عن هذا المشروع والذي يتابع هذا المشروع ضمن جدول زمني، وهذا دليل على جدية كبيرة من اعلى هرم السلطة الموجودة في سوريا اليوم، والتي يعني هو امر يستكمل انتصارات جيشنا الباسل في كل الميادين. نعم، كمان لما بنحكي عن تنمية واصلاح اداري فهو مفهوم كثير كبير وشامل، خلينا نقول لدرجة اليوم يمكن اذا بدنا نبدا من فهم الشباب لطاقاتهم وفهم احتياجاتهم وحتى قدراتهم، فدي بتشوف انت هذا الشيء هو منطلق ايجابي لحتى يبدو بالحياة العملية على أرض الواقع؟ نعم، بالحقيقة ما يعانيه الشاب اليوم عند توجههم إلى العمل في أي مؤسسة هو احتياجهم إلى الخبرة، احتياجهم للمهارات، وبالتالي هذا الأمر يقف عائق أمامهم بشكل كبير جدا. اليوم العديد من المؤسسات تطلب خبرة في العمل، طبعا هذا يدل أيضا على وجود مشكلة حقيقية في هذه المؤسسات، لأنه يفترض أن يوجد لها برامجها التدريبية الخاصة بكل منظمة، الخاصة بهوية المنظمة بإجراءاتها الإدارية ولوائحها. ولكن بطبيعة الحال اليوم الشباب مطلبهم فعليا أن يتم وضع برامج تعزز لديهم مهاراتهم التي يحتاجونها في العمل في قطاعات أو مجالات اختصاصهم، وبالتالي من هنا كان حماس الشباب للمشاركة اليوم في هذا الملتقى، ومن خلال مشاركتهم بأوراق بحثية أو بالحضور أو حتى بالمراسلة لاحقا، كون هناك عدة خطوات سوف تعلن عنها وزارة التنمية الإدارية على موقعها الإلكتروني بهذا الشأن. يعني أساس هما حضرتك حطيت إيدك مثل ما بيقولوا على الوجع، يعني نحن كتير أوقات بكتير مجالات بينقصنا الجانب العملي. اليوم قديش المؤتمر رح يحط يعني خلينا نقول بنتائجه وبدراساته اللي رح تطلع وبأوراق العمل أهمية فعلا توفير الجانب العملي إلى جانب الأكاديمي طبعا لكل خلينا نقول الطلاب، باعتبار حضركم هيئة إدارية هيئة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بطرطوس أو بمحافظات أخرى، كيف عم بيتم العمل على شمل هذا الشيء؟ في الحقيقة هذا الأمر يتم من خلال بالدرجة الأولى وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى ذات الإشراف على مجموعة من المعاهد التقنية. طبعا موضوع المعاهد التقنية هو موضوع شائك جدا منذ أمد بعيد، تحدثنا مرارا في مؤتمراتنا وفي مطالباتنا عن ضرورة تطوير الدراسة العملية كونها الأساس في أي مخرجات تعليمية. يعني بالنهاية الطالب يستطيع أن يحصل على المعلومات النظرية من خلال اليوم مصادر متعددة على الإنترنت أو غيرها من خلال المراجع وكتب عديدة، ولكن الجانب العملي التطبيقي هو أمر يحتاج إلى وجود مشرفين وإلى وجود أدوات. لذلك اليوم كان هناك مطالبات عديدة بهذا الشأن في مؤتمرنا، وتم الحديث جدا عن موضوع الاهتمام بالجانب التطبيقي العملي. الموضوع يحتاج إلى تكاتف جهات تنفيذية. اليوم وجود منظمة كالاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وهذه المنظمة العريقة تمثل الطلاب على امتداد أجيال عديدة وقدمت مساهمات كبيرة في تطوير حياتهم الجامعية والشبابية. هذه المنظمة بتعاونها مع وزارة حديث العهد كالتنمية الإدارية تحمل هذا المشروع الكبير بهذا العنوان الكبير، هو بادرة أمل يعني تعطينا مؤشر على إمكانية حدوث هذا الأمر جدا في الوقت القريب بالتعاون مع الوزارات الأخرى في الدولة. نعم، دائما بنسمع نحن عن مؤتمرات واجتماعات ودائما بنقصى انه نخرج بنتائج حقيقيه على ارض الواقع، يعني اليوم قد في امكانيه كل شيء صار بهذا المؤتمر وكل شيء اقتراحات وكل شيء توصيات فعلا تصير حقيقه ونوضع اذا ما قلنا حل خطوات موجوده فعاله على ارض الواقع لحتى نبدا ببناء الشباب ودعمهم بتحقيق طموحاتهم. نعم، في لقاء السيد الرئيس أمام مجلس الوزراء تحدث عن وجود جدول زمني تطبيق مجموعة من الخطوات في مشروع الإصلاح الإداري، وتحدث عن جدول زمني واضح، وبالتالي نحن نتحدث عن خطوة من خطوات هذا الجدول. اليوم لقاؤنا كشباب في هذا المؤتمر وخطوة ضمن هذا الجدول الزمني وضمن الخطة التي سوف يتم العمل عليها لتحقيق الإصلاح الإداري في زمن حدده السيد الرئيس في نهاية العام 2018 على ما أتوقع وأذكر. وبالتالي فأنا متفائل جدا باعتبار أن هذا الأمر لم يأتي متأخرا جدا عن خطاب أو عن حديث السيد الرئيس في مجلس الوزراء. أكيد، يعني أستاذ همام مثل ما قلت هالمؤتمر جزء كبير منه هو خطوة من خطوات العمل لمشروع الإصلاح الإداري بعنوانه الكبير. اليوم أيضا في أوراق كتير تقدمت من المحافظات كلها، من الاتحاد، من أفرع الاتحاد بكل المحافظات وأيضا من الجامعات السورية. خلينا نحكي عن أبرز العناوين وخصوصا بما يخص الإصلاح الإداري أيضا. نعم، في الحقيقة فتح باب المشاركة لجميع من يرغب من الشباب بغض النظر سواء كانوا طلاب جامعيين أو أنهوا دراستهم الجامعية،
وبكافة الاختصاصات، لأن موضوع الرؤية في الإصلاح هو بالأساس ينطلق من واقع حياة ومن تجربة حياة، وأي إنسان يستطيع أن يقدم وجهة نظره ومقترحاته بحسب التجربة التي عاشها. لكن بالتأكيد يعني عند الحديث عن موضوع الإصلاح الإداري وعن الأوراق الهامة التي طرحت، تحدثنا في عناوين متعددة، قلنا عن تعزيز القدرات القيادية الشابة، قلنا عن ربط المسار التعليمي بمسار التدريبي، وتحدثنا أيضا عن موضوع تحديات والفرص التي تواجه المورد البشري السوري. أيضا اليوم هذا الحديث البارحة، اليوم هناك حديث عن الفساد ومكافحته ومظاهره وأساليبه، وهناك أيضا حديث عن طرق قياس الأداء والتقويم لممارسات أو للأداء الحكومي والمؤسسات الحكومية. نعم، كان في إشارة بسيطة من حضرتك إلى أهمية الدورات التدريبية وقد هي فعلا مكلفة بالنسبة للشباب، يعني كثير من الشباب عندهم طاقات كبيرة وعندهم نقصنا الخبرة يمكن والوضع المادي لحتى يكملوا بهي الدورات. اليوم قد ايه فعلا في جهود لدعمهم وتقديم يمكن دورات مجانية؟ قد ايه في دراسة جدية لهذا الموضوع؟ نعم، يعني الأمر واضح بجهود وزارة التنمية الإدارية. اليوم وزارة التنمية الإدارية على ما أذكر في معرض دمشق الدولي وضعت لها ركنا خاصا وقدمت فيه العديد من المحاضرات المجانية والتدريبية المجانية. أيضا ضمن أعمال المؤتمر على عدة أيام هناك دورات تدريبية وهناك محاضرات أيضا في مجالات التنموية البشرية. الاتحاد الوطني لطلبة سوريا من خلال العديد من الدورات التي أعلنها لطلبة الجامعة وحتى لأهلنا من ذوي الشهداء وذوي الجرحى قدم العديد من المبادرات التدريبية في المجالات التنموية والمعلوماتية. لذلك المجال مفتوح اليوم، وهناك العديد من المبادرات الأهلية التي انطلقت بها مجموعة من الشخصيات والمراكز التي تسعى لتقديم المهارات التدريبية للعديد من الشباب الذي يحتاج هذه الخبرات. فيهم يعتمدوا بالتقديم مثلا لأي عمل أو أي وظيفة أنه هني قاموا بهي الدورات، فهي دورات معترف عليها وممكن أوقات يكون في إلى شهادات فبتنفعهم بالعمل اللي مقدمين عليه. هلا موضوع الشهادة هو حقيقة موضوع إشكالي، يعني اليوم هناك حاجة فعلا لتكون هناك جهة وحيدة مرجعية في سوريا تصادق على كافة الشهادات، واليوم يبدو أن وزارة التنمية الإدارية هي من يتصدى لهذا الموضوع. ولكن دعيني أقول، وهي نصيحة موجهة لشباب في كل مكان في سوريا، الشهادة ليست هي الأساس. يعني اليوم أنا خضعت لدورة تدريبية، حصلت على الخبرة، تقدمت إلى عمل، يعني عند اختباري في العمل لم أكن فعلا أمتلك الخبرة فسأؤدي ذلك إلى فشلي وبالتالي إقصائي أو استبعادي من بين المرشحين أو حتى فصلي من العمل الذي وظفت به كوني فعلا لا أمتلك الخبرة، لأن هناك العديد من يسعى فقط للحصول على شهادة. الأمر ليس بمجرد شهادة، الأمر هو بخبرة متجذرة في شخصية الشخص أو الموظف حتى يتمكن فعليا من أن يؤدي مهام المطلوبة منه في عمله سواء في قطاع خاص أو في قطاع حكومي. ولكن بالتأكيد نعم، هناك بحاجة إلى وجود جهة مرجعية، ونأمل أن تقوم وزارة التنمية الإدارية بهذا الأمر تجنبا لحالات النصب خلينا نقول والسرقة لكثير من شبابنا الذين يخدعون بالعديد من الشهادات البراقة اللامعة بذات الإشارات المذهبة وغيرها. تماما، يعني أستاذ همام هون حكيت عن نقطتين، النقطة الأولى اللي هي خلينا نقول بعض الجهات اللي صارت تمنح شهادات ممكن تكون جزء منها عم يعطي معلومات ولكن هي مو جهة كفيلة بأنها الشهادة تكون معتمدة، والجزء الآخر هي المرحلة اللي بيقطع الشخص أو الطالب من بعد التخرج وحتى يحصل على العمل، هون بحاجة هو إلى خبرة. هل رح يتم طرح أيضا مين الجهات اللي ممكن تتبنى، مين الجهات اللي ممكن تقوي خبرة هدول الطلاب لحتى يتأهلوا فعلا لسوق العمل؟ سوق العمل بيطلب خبرة، وأنا بعد الجامعة ما في مكان روح أشتغل فيه قبل ما أتوظف، في حلقة مفرغة هون. نعم، هل رح يتم طرح هذا الموضوع بشكل أوسع؟ حقيقة الأمر طرح هذا الموضوع من خلال إصارات تجربة في الخارج موجودة أعتقد في فرنسا حول وجود الخدمة الاجتماعية للطالب الجامعي. الطالب الجامعي في آخر عامين من حياته الجامعية هو من ضمن دراسته يجب عليه أن يخدم في مجاله الدراسي ضمن مؤسسات المجتمع ويقدم خدمة، وبالتالي هنا هو يحصل على هذه الخبرة التي يحتاج. وبالتالي نحن فعلا بحاجة اليوم إلى أن نطبق هذا الأمر. طبعا هذا الأمر مطبق نوعا ما في المجالات الطبية، نحن نعلم في المشافي طبعاً. الطلاب في العام الأخير يتواجدون في المشافي ويشاركون في الفحص السري وحتى في إجراء العمليات، وهذا يعطيهم خبرة أيضا موجودة حاليا، لكن هذا الأمر لا ينطبق على جميع القطاعات للأسف. لذلك نحن فعلا بحاجة إلى تفعيل هذا الأمر وإلى فعلا إلى عملية أن نقيم مخرجات العملية التعليمية يتأكد من مدى الخبرة التي حصل عليها هؤلاء الشباب، وهنا لا يقع العبء ولا تقع المسؤولية على الشاب الخريج وإنما تقع على مؤسسته التعليمية، على إدارة هذه المؤسسة أيا كانت، لكي تعيد نفسها وتطور من أدواتها بحيث تعطي لنا مخرج تعليمي جيد. نعم.
نصيحة بتحب توجهها لكل الشباب اللي عم يحضرونا اليوم، سواء صبايا أو حتى شباب لسه ما دخلوا يمكن سوق العمل، شو بتحب توجه لهم النصايح لحتى يكونوا فعلا على قدر المسؤولية ويؤمنوا أنه في نجاح حقيقي ناطرهم؟ نعم، كل ما أتمناه لزملائي للشباب أن يكونوا حقيقة على قدر الواقع اليوم. الواقع اليوم هو واقع صعب للشباب السوري، ولكن أيضا الفرص موجودة كما هي التحديات موجودة، تحدي إلى فرصة. اليوم الشاب بقدر ما يطور من نفسه ويزيد من إمكانياته ومؤهلاته هو قادر أن يكون المرشح الأول لأي موقع. اليوم فرص التعلم والتدرب موجودة وقائمة على شبكات التواصل الاجتماعي، على شبكات الإنترنت. أيضا هناك بالإمكان دخول في العمل التطوعي، هو أيضا مصدر للخبرة. اليوم العمل مع جمعيات في مجال معين من خلال منظمات متعددة كهيئة الأحمر السوري أو حتى جمعيات متعددة، يمكن أن نكتسب مجموعة من الخبرات التي تمكننا من اكتساب مهارات لازمة. أيضا العمل ضمن المنظمات الشعبية ومن الاتحاد الوطني للطلبة السورية في العديد من المجالات يغطيها الاتحاد في المجال التنموي وخدمة المواطن والمجتمع، أيضا يمكن أن نكتسب خبرة ونحصل على شهادات في هذا الأمر. بالتأكيد مجالات الحصول على الخبرة هو أمر متاح للجميع، لذلك أنصحهم ألا يكلوا وألا ينتظروا لأحد أن يقدم لهم هذا التدريب، لتكون المبادرة بيدهم وإن شاء الله جميعا موفقين. أكيد يعني أستاذ أمام ما رح بعد كثير عن مجال التنمية وعن المؤتمر، ولح روح للاتحاد الوطني بطرطوس خلينا نحكي شوي هيك كيف النشاطات عم بتكون، شو عم يمكن تعملوا لهم دورات أو شيء بخص هذا الموضوع أو حتى أمور تانية، وكيف طلابنا بطرطوس يعني بما أنه حضرتك موجود معنا بنقدر نتعرف منك ونطمن أيضا على طلابنا هنيك. نعم، الاتحاد الوطني للطلبة السورية في طرطوس اليوم هو فرع جامعة طرطوس وفرع معها طرطوس أيضا. الجامعة افتتحت منذ حوالي العامين بمرسوم كريم من السيد الرئيس. اليوم لدينا تعدد وتنوع في الكليات الجامعية المفتتحة بالإضافة لتعدد أيضا في المعاهد التقنية الموجودة. نحاول قدر الإمكان كفرع الاتحاد الوطني للطلبة السورية أن نعمل على ثلاث محاور. الثلاث محاور هي محور تمثيل الطلاب بشكل جيد، المجموعة من النشاطات التي تدعم المواهب والطاقات، إلى محور العمل الوطني وتنمية المجتمع. لعل النشاط الأبرز الذي أطلقناه منذ حوالي العامين ولازلنا مستمرين فيه هذه اللحظة هو مشروع الرعاية التعليمية لأبناء الشهداء والجرحى والعسكريين، وهو مشروع قائم بجهود تطوعية كاملة من قبل طلاب الجامعة يتطوعون من كليات التعليمية في الآداب وفي العلوم وحتى في الهندسات لتدريس أبناء الشهداء والجرحى والعسكريين كافة مناهج التدريس بشكل مجاني ومطلق حتى في أماكن السكن. في عام 2016 اختتمنا مرحلة أولى من المشروع، وكان عدد الطلاب الذين حصلوا على التدريس مجاني حوالي 200 طفل، بالإضافة إلى وجود 70 متطوع تطوعوا للتدريس بشكل كامل خلال عام كامل. بلغ الوفر المادي إذا أردنا أن نقدره عدد الساعات مضروبا في قيمة متوسط أجر الساعة الخاصة، يعني كما هو متداول حوالي 9 مليون ليرة سورية بجهة تطوعي. لذلك هذا المشروع نحن مستمرون فيه وهو أمر أساسي. أيضا الاتحاد الوطني للطلبة السورية في طرطوس يطلق مجموعة بشكل دائم، مجموعة من الدورات التدريبية. اليوم هناك مشروع للتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، أوجه لهم التحية من خلال هذا المنبر لتقديم مجموعة من الدورات المجانية بشكل كامل للطلاب أيضا. هذا أيضا فرصة ونافذة لزملاء الطلاب الراغبين بالاستفادة من هذه الدورات باكتساب خبرات ومهارات. لذلك نحن الباب مفتوح دائما. نعم، باب كل مفتوح فترات دائماً. العام نعم سوف نبدأ به بعد انتهاء الدورة الإضافية، وسوف نعلن عن عدة دورات على عدة فترات خلال اليوم الواحد بحيث نستطيع استيعاب أكبر عدد ممكن، وهي دورات تقدم يعني مبادئ أساسية. النهاية دعوني أوضح أمرا، معظم الدورات تقدم مبادئ أساسية لكي ينطلق الواحد أو الشخص أو الفرد إلى السبيل الأوسع أو إلى مسار أوسع في عملية التدريب. نعم، يعني بدنا نشكر كثير وجودك معنا لليوم، تحيتنا لكل الشباب واكيد لاهلنا في محافظه طرطوس. نتمنى لكل الشباب يكونوا فعلا استفادوا من هذا المؤتمر وجميع الدورات التدريبيه والجهود اللي عم تبذلوها. شكرا لك استاذه همام، واكيد تحيه لكل اهلنا بطرطوس ام الشهداء، لكل خلينا نقول الاهالينا المتواجدين باي محافظه سوريه. شكرا لك ونتمنى لكم التوفيق بهذا المؤتمر والمؤتمرات القادمه. شكرا لكم التوفيق. شكرا. أما هلأ مشاهدينا فصار الوقت لحتى ننتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا علا أبو خضر. صباح الخير علا. صباح النور فرح، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجزا لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم.
فكت وحدات الجيش العربي السوري المتقدمة من منطقة المقابر الحصار عن مطار دير الزور والأحياء السكنية المجاورة له، والتقت مع حامية المطار. وأكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة العاملة في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة نفذت عمليات عسكرية مكثفة على أوكار وتجمعات إرهابي داعش في منطقة المقابر، أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد، فيما فر العشرات من الإرهابيين من أرض المعركة تاركين أسلحتهم في منطقة المقابر. ونبقى مع هذه المشاهد لمواكبة الإخبارية السورية اللحظات الأولى لدخول وحدات الجيش إلى مطار دير الزور. الآن نحن على أسوار مطار دير الزور العسكري، انظروا إلى هذه المشاهد حيث الرصاص يملأ المكان احتفالا بفك الطوق عن المطار مع وحدات الاقتحام الأولى ووحدات الجيش التي تقوم بالدخول إلى المطار العسكري. الآن أفراح المقاتلين الآن بالدخول إلى مطار دير الزور. ما تشاهدونه أمامي الآن هو مطار دير الزور العسكري. النصر الآن من دير الزور. إلى فلسطين المحتلة، حيث أصيب فلسطينيان اثنان خلال تصدي الفلسطينيين لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت هدم مدرسة جوب الذيب شرق بيت لحم بالضفة الغربية. وذكرت المصادر أن قوة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدرسة وأطلقت وابلا من الرصاص الحي على الفلسطينيين المتواجدين والمرابطين بداخلها، فيما تصدى الفلسطينيون لقوات الاحتلال ومنعوهم من هدم المدرسة، وأصيب اثنان منهم وتمت مصادرة سيارة تابعة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. في خبرنا الأخير، قتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي ومرتزقته في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظات تعز ولحج ونجران. وقال مصدر عسكري يمني إن عددا من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيب آخرون في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز، فيما تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في منطقة المعقر بمديرية ذوباب بالمحافظة. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك فرح. شكرا لك زميلتنا على أبو خضر من غرفة الأخبار، وهلا مكملين أكيد بآخر فقرة من صباحنا غير وعالم أكيد الجمال. أكيد فرح محطتنا الأخيرة مع الشباب الدائم يلي أصبح حاجز لكل سيدة وفتاة. مع التقدم بالعمر وظهور خطوط الشيخوخة كان لابد من ابتكار طرق عديدة لتغطية هي الخطوط، فظهرت بالآونة الأخيرة مواد مالية بها الوجه ومناطق عديدة من الجسم. ما هي مخاطر هذه المواد وما هي إيجابية حقنا واستمراريتها أنواع رح نحكي عنها أكيد مع أخصائية التجميل سيدرا الواوي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الجمال سيدرا. حبيبتي أنتوا الحلوين. يسعد صباحك حبيبتي. يعني بالبداية خلينا نحكي عن أهمية حقن الفيلر وعن هي التقنية بشكل عام. هلا حقن الفيلر هو نوع من انواع التقنيات اكيد اللي هي هلا كثير صارت موضه مشان موضوع التجميل. هو له بطبيعتين، يعني في ناس هن بيلجأوا لهذا الموضوع مشان جمال لانه هن حاسين بدهم يعملوا هيك، وفي بعض احيان هو بيكون ضروره، واكيد انا مع اللي بيكون ضروره مشان تصحيح عيوب، تصحيح مشاكل، في عنا قصص تقدم بالسن، يعني في امور كثير بيكون حقن الفيلر هو ما يعني شيء ضروري، وفي مراحل او احيانا وحالات بيكون حقن الفيلر هو اوبشنال ما له مهم ابدا، بيكون هو حسب اختيار الصبيه واذا هو فعلا مهم او لا. سيدرا، بين الفيلر الدائم والفيلر المؤقت خبرينا شو الفرق بيناتهم وامتى نحن بنلجا لاي نوع من الانواع. هلا اكيد الفيلر الدائم هو موضه كثير قديمه اللي هو الاسم الشعبي لها سيليكون، يعني هي بالنهايه ماده سميكة أكثر، بتضل وقت أكثر، كانت يتم مو حقنها، كانت توضع بعملية جراحية بيتم الشق وبتنحط بالمنطقة يلي الصبية بدها تعمل فيها ملق. نحن ما بنقول نفخ لأنه هو ما له مصطلح طبي، بس لما بدي أقول لك أنه السيليكون هو مادة كتير أثبتت أنه هي سيئة،
أول شيء إلى مع الوقت آثار كتير سلبية، بتأدي لتكتلات في أنواع من الجسم بترفضها، أحياناً بصير في عنا تكلس لهي المواد اللي هي قديمة يعني. وإذا ملاحظين أي حدا من الناس اللي عامل سيليكون من شي 10 سنين بتشوفوا هلأ الآثار السلبية، إن كان إنه بيتغير شكله أو ممكن يكون يصير قاسي، ممكن أعمل التهابات، ممكن أورام، يعني للأسف في نوع من الحالات ممكن يصير فيها أورام حسب طبيعة الجسم. لهيك هلأ الطب تطور وصار بقى في مواد أحدث. أكيد هي ما عندها الديمومة اللي عندها ياها السيليكون، لأنه هي مواد مؤقتة، كونها مؤقتة يعني الجسم بيقدر يتقبلها ويهضمها، لهيك هي مؤقتة مو لأنه هي بتروح، لأنه طبيعة جسمنا أي شيء غريب نحن الجسم بيعمل دفاع تجاهه، فهذا الدفاع بصير عن طريق امتصاص هاي المادة. أكثر مادة ممكن تضل سنة سنة ونص حسب قديش المادة مهمة أو قديش هي موثوقة. طبعا المادة اسمها هيالورونيك أسيد اللي هو الاسم العلمي للمواد المالئة، هي عبارة عن جل مائي، الأصل هو بالجلد في عنا هيالورونيك أسيد بيرتبط مع الكولاجين مشان يعطيني انتباج بالخلايا. صاروا أنه ياخذوا هاي المادة يعملوها بشكل صناعي ويحقنوا بأي مكان هن بدهم يزيدوا الفوليوم فيه لأي سبب كان. طيب سيدرا خلينا نحكي كمان، بعض الناس بتقول انه الفيلر حتى بهي المواد اللي هي مدروسة لشكل كبير انها تناسب جسمنا او حتى تشبه مكونات جسمنا هي مضرة وممكن تعمل بعد 5 سنين مشاكل. بعض الناس عم بيقولوا انه فيكي تاخدي شيء من جسم الانسان او من دهن الانسان وتعملي فيه فيلر، شو صحة هالمعلومة؟ هلأ هو أكيد في حقن الدهون الذاتية، هذا بصير أنه بأماكن معينة، بعدين يفضل استخدامه لما بيكون في عنا شيء كمية كبيرة من الحقن. يعني لما في صبية بدها تعمل تعبئة لخدودة وهي عندها كتير وش نحيف وصار في عندها شكل شوي بارز ما بدها إياه، هي مو معقول أنه تاخد ميلي أو 2 ميلي من جسمها وتعرض حالة للتخدير أن كان موضعي ولا عام كرمال تم. لا، نحن لما بنلجأ للمواد المالئة اللي هي من الجسم الحقن دهون ذاتية بيكون أكيد عنا حقن أرداف، بيكون في عنا حقن مؤخرة، بيكون في عنا تعبئة بالخدود بالإيدين، يكون كمية أكيد أكثر من 5-6 ميلي، ساعتها بيلزم ممكن نحن نحطها تحت هذا الموضوع. بس أكيد ما حدا بيفضل أنه يتعرض لعملية، هي بالنهاية عملية، أنا بدي أقيم دهون من منطقة يعني مزبوط هذا الشيء بيستخدم. ايه طبعا اكيد، وهو هذا يعني اكيد افضل الانواع اكيد. بس قلت لك السلبية تبعيته انه انا بدي اضطر انه حخدر الصبية، انه انا اعرضها لغرفة عمليات اذا مشان ميلي ميليين، ان كان حقن شفاه ولا جبين ولا اي شيء بسيط، حرام انه يصير. كمان اي شيء له سلبيات وايجابيات. سيدرا كثير نسمع عن بعض الاخطاء يلي ممكن تصير حتى بهي العمليات البسيطة، اذا ما بدنا نقول اخطاء عدم رضا، خلينا نقول من البعض عن النتائج، كيف مين نصحح نحن الخطأ وكيف فينا نعمله بطريقة أفضل؟ ممكن أنه يطلع فيما بعد على مثل ما بدك، مثل ما بترغب الصبية أو لا خلص نعمل ما فينا نغير؟ لا هو أكيد يعني ما زال هي مادة مؤقتة، أكيد نحن في عنا مجال تغيير، يعني حتى السيليكون اللي هو مادة دائمة كان نحن ممكن نعمل فيها تغيير. هلأ التغييرات ممكن تصير إما أنه أنا بدي أعمل مساجات للمنطقة إذا أنا ما كانت الصبية راضية عن هذا الموضوع، ممكن تاخذ ابر الانتيبيوتيك او الكورتيزون اللي هو اوريدي كثير بيساعد انه المواد تمتص بسرعه. يعني اذا انا مثلا فرضا في صبيه عامله حقن شفاه والشكل كان ما متراضي عنه، حتى مع المساجات ما قدرنا انه نوصل للنتيجه هي بدها اياها، فورا بصير في عنا بقى حقن كورتيزون، بصير في عنا بتاخذ ابر انتيبيوتيك او مضادات حيويه، هذا بيساعد انه المواد تروح بشكل اسرع. وكمان نحن اذا ما قدرنا لا هيك ولا هيك، في عنا ابر مذيبه موضعيه بتنحقن بالمحل اللي انا حطيت فيه المواد المالئه، بس اكيد هو خيار يعني شوي ما بنحبزه لانه في له اثار سلبيه. طيب ما دام عم نحكي عن يمكن شوي حساسيه بالموضوع وكثير خطوره بدراسه الوضع، خصوصا انه اغلب الصبايا اللي بتعمل هذا الموضوع بتعمله بالوش، يعني هي المنطقه اللي اكثر شيء بارزه. طيب كيف فينا نقول انه مثلا صبيه عملت سابقا مثل ما قلتي بوتكس، تعرضت لمشاكل سلبيه، ترجع تعمل فيلر ولا لا صار ما عاد فيها ترجع تعمله؟
تمام. هلا هو الاماكن بالعاده اللي عم ينحط فيها الفيلر هي ما لها علاقه بالاماكن اللي عم نستخدم فيها البوتوكس. دائما عم يكون حكينا قبل بمايل البوتوكس هو عباره عن شلل مؤقت لعضلات الوجه بالمناطق التعبيريه. الفيلر نحن عم نستخدمه اكثر شيء للجيوب تحت العين، اذا في صبيه في عندها جوره تحت عينها ان كان نتيجه التقدم بالسن او ان كان هي طبيعتها او وراثه او انخفاض بوزن مفاجئ. عم نستخدم الفيلر لحقن خطوط الضحك، في صبايا عندهم اياها هنن كثير، هذا الشيء بيعطي كبر بالعمر. لما عم نحط هون مواد مالقه عم يصير الوجه انعم والطف، يعني ما عم يصير عندنا هي الاسوء اللي بتحسيها، عم يصير بالشفاه، عم يصير بمحيط الوجه. طبعا حتى هلا يعني عمليه الملق والاسلوب تبع الملق صار كثير مختلف، يعني مثل ما في موضه بشيء معين في موضه بالفيلر. يعني نحن كنا من زمان كانوا يحقنوا مثلا فرضا حقن المواد المالقه بالوجه كانوا يحطوا مثلا كراسي الخطوط، هلا لا صرنا نروح اكثر انه نحن نعمل وش الاوفال، انه نحن نكبر الحناك نعمل كليوباترا نشد شوي نرفع العظمه من هون. يعني هو موضه بالنهايه وشي دائما عم يتجدد. موضوع انه الماده مؤقته عم يخدمنا، يعني صبيه حبت، في ناس هن بحبوا كل فتره يغيروا بشكلهم، بقى انه اكثر شيء ممكن تقعد ماده 3 4 سنين كثير منيح بكون في موضه جديده مشان نحن نغير فيها. هو بالنهايه شغله جماليه وتجميليه. اكيد كمان سيدرا بالنسبه للعمر بياثر العمر على نجاح الحقن، ان كان بدنا نقول لعمر صغير بيفرق عن عمر كبير، اذا هي معامله مثلا ولا مره لا بوتوكس ولا فيلر قد ايه هي فعلا بتنجح اكثر بالمره الاولى. هلا هو يعني الحمد لله رب العالمين موضوع النجاح او عدمه هذا بيرجع لشغله كثير اساسيه اللي هي الماده اللي عم تنحط، هذا فعلا اهم شيء. يعني في ناس للاسف عم تستخدم مواد كثير سيئه نوع من الاسترخاص، وفي في ناس تستخدم مواد كثير منيحه. هلا الماده المنيحه اكثر اثر سلبي ممكن يصير انه هو الوزمه المؤقته لمده كم يوم، وهذا الشيء بيتفاوت حسب طبيعه الاجسام وحسب العمر. يعني في اشخاص هلا بيعملوا فيلر الصبح المساء ما في شيء ولا شيء، يعني تطلع عند قدام الناس ما حدا ممكن يقفر ابدا ولا حتى يشوف باد سايد افكت. في ناس بضلوا اسبوع ممكن يصير عندهم ورم، ممكن يصير عندهم ارتفاع بالحراره، ممكن يصير في عندهم محله تحس حالها كانه هيك عفوا الاكل بوكس، يعني ان كان حول عينها ولا ان كان بخدها او بتمها يصير زرق. يعني هذا موضوع كثير طبيعي بيرجع لطبيعه الاجسام، لانه مثل ما قلت هذا بالنهايه ماده غريبه عم تفوت على الجسم، اذا اول مره او ثاني مره بده وقت حتى يتاقلم مع الجسم، مع التكرار ما بيعود في عندنا هدول المشاكل. لكن اذا مواد سيئه ما مع وكالة ما أنا مضمونة، للأسف ما عن طريق وكلاء وشركات مهمة أو أسماء، عم يصير مشاكل إنه ممكن تكون مواد صلاحيتها خالصة، ممكن تكون الإبر للأسف ما أنا معقمة بالدرجة المفروض إنه هي تنحطها، مصير عندي التهابات أدمة. لهيك نحنا أي مادة بتنحقن إذا كان في عنا صبية أخذت مع الوزمة أكثر من 48 ساعة نحنا ممكن بقى نفكر إنه في عنا احتمال يكون صار التهاب أدمي، وهذا نوع من انواع الالتهابات وهو اكيد فيه له خطوره. لهيك كثير مهم موضوع التعقيم، موضوع انه اي صبيه بدها تعمل فيلر ميزو بلازما بوتوكس اي شيء مع الاخصائي اللي عم تتعامل معه او الطبيب تكون حريصه على انه هي على الاقل تشوف الماده، الابره تنفتح قدامها، حلو انها هي تتثقف تقرا تعرف شو انواع المواد، كمان هن الماركات براندات، وما بتخيل في صبيه ما عندها علم بهدول المواضيع اكيد. وبس للاسف كمان في دكاتره هن عندهم اسلوب احتيال، يعني بيكون ما بيفرجوا الصبايا هذا الموضوع، بس لازم اي صبيه اذا ما كانت بتنتبه هلا تصير تنتبه على القليله تشوف شو الماده اللي عم تنحط. اكيد سيدرا. طيب قبل ما نختم حديثنا يمكن شو النصيحه اللي بتحب توجهيها اليوم لكل صبيه او سيده عم بتتابعنا بشكل خاص لجمالها؟ هلا هنا نصيحتين، معلش اسمحوا لي اقول تنتين. اول وحده انه اي صبيه حابه تعمل فيلر او اي شيء جمالي حتى لو كانت معنا بحاجه ما تحط كميات كبيره من اول مره، كثير حلو انه نحن نتمهل ناخذ وقتنا اول شيء ان كان مشان نعرف اذا جسمنا بيتقبل هاي المواد او لا، ولا ان كان نعرف اذا هالشيء بيلبق لنا او لا. انت مثلا حابه تعملي فيلر مثلا للشفايف، اوكي بلشي بنص ميلي ميلي، ما ضروري تحطي 3 ميلي فورا لانه ممكن الميلي نتداركه وال3 ميلي ما نقدر نتداركها. بقى ستيب باي ستيب حبيتي تزيدي ممكن على الريتوش تزيدي اكثر، هذا الشيء بس هيك انه طولي بالك وتمهلي وكثير كوني هيك رايقه بهذا الموضوع لانه عن جد مو لعبه. مثل ما قلتي هذا وش يعني ابدا ما فينا نحن نخبي.
هاي نقطة. والنقطة الثانية انه اذا ما في داعي واذا انت صبية كتير حلوة حاولي قد ما فيك انك تبعدي عن هدول الشغلات، قد ما كانت عم تحطي مواد صنعية بوشك ومو يعني مو كل مرة تسلم الجرح. للأسف هو بالنهاية ما فينا ننكر انه في ناس حظهم سيء بالتجميل، ممكن يعملوا شيء وغيرهم يعملوه يزبط عليهم ما يزبط. كثير عن جد يكونوا حريصين وحلو نثق بحالنا وكثير نحب حالنا كيف ما كنا. اكيد يعني سيدة كثير بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، ومثل ما قلتي كثير حلو نثق بحالنا، يعني نلجا للتجميل خلينا نقول اخر شيء ممكن نلجا له. شكرا لك حبيبه قلبي. شكرا لك سيدرا ولمستك الحلوة واكيد لنصيحتك الصادقة اللي ما فيها اي نوع من انواع الترويج لاي شيء بيضر اي حدا. شكرا كثير لك. مشاهدينا مع كل المعلومات اللي قدمنا لها اياكم لليوم بمجالات متنوعة ان شاء الله تكون حملتكم كل الفايدة والمتعة. موعدنا رح يبقى يتجدد كل يوم الساعة 9 الصبح، لكل حابب يبقى على اطلاع باهم واخر الاخبار اكيد شاشة الاخبارية السورية مكفية معكم بكافة تغطيات. موعدنا بكرة من اليوم لبكرة، تبقوا بألف خير، نهاركم سعيد ونهارك سعيد. نهارك سعيد، فرح وفرح مثلك، واكيد يوم ان شاء الله بيبقى فيه الحلم والطموح هدفكم لتبقى الحياه لها طعم للنجاح والتميز. لكل حابب يشاركنا بفكره خلوكم معنا، تواصلوا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. لحراس وصلنا على الامان على الارض السوريه، تبقوا بألف خير. باي باي.